أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة الرقاه. يقول أحسن الله إليكم: انتشر في الآونة الأخيرة الرقاه، فهل للراقي صفات معينة حتى ينتصب للرقية؟ الراقي يشترط فيه أن يكون سليم العقيدة من أهل التوحيد، ويشترط فيه العلم، أن يعلم آداب الرقية وكيفية الرقية، وأن يعتبر أن الرقية سبب من الأسباب وليست هي الشافية، ولا وإنما هي سبب، إن شاء الله جعل فيها شفاء، وإن شاء لم يكن فيها شفاء، يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في مقدمة الشروط أن يكون سليم العقيدة، لا يكون دجالا أو كاهنا أو مشركا يريد أخذ المال فقط، ويعمل الطلاسم ويعمل الشعوذات، يحذر من هذا. نعم.